لا ما حبك الله يجيب في إطار الجهود المبذولة من طرف فرقة الشرطة القضائية بكل مكوناتها وكذلك خاصة فرقة محاربة المخدرات وفي إطار تتبع المروجين والمهربين لهذه المادة المحظورة وإطار كمين وضعته فرقة محاربة المخدرات لبعض التجار في هذه الممنوعات تم وضع اليد على شخصين تم استدراجهما على مستوى شارع عبد الهادي بوطالب طريق أزمور سابقا وتم حجز حوالي 8 كيلوغرامات من مادة الشيرة إضافة إلى سيارة أجرة من حجم كبير تابعة لعمالة الجديدة. تواصلت الأبحاث وفي زمن قياسي تم الاهتداء إلى المزود الرئيسي الذي يقطن على مستوى الولجة قطاع الدرك الملكي على مستوى 2 شتوكة وتم إيقافه كذلك وإجراء تفتيش بداخل محله أسفر عن حجز 15 كيلوغرام ونصف من نفس المادة وتمت سياقة الجميع إلى مقر الفرقة وأخضعوا إلى بحث تحت إشراف النيابة العامة وسيتم تقديمهم أمام العدالة من أجل التجار والتهريب المخدرات لتقول كلمة في حقهم مع الإشارة إلى أن شخص رابع لا زال في حالة فرار وستتواصل الأبحاث بشأنه إلى حين وضع اليد عليه وإخضاعه إلى الإجراءات المسطرية.